ناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة تقرير إحدى اللجان المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة. يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على البيئة من خلال استخدام وسائل نقل حضرية عبر دعم تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة. جلسة عامة جديدة عقدها مجلس الشيوخ لاستكمال نظر عدد من مشروعات القوانين. بدأت الجلسة بمناقشة تقرير إحدى اللجان المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ليبدأ النواب بعدها طرح آرائهم. أطيب لي يا سيادة الرئيس من هذا المقام الإشادة بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل السيارات صديقة البيئة. فهذا المشروع عند خروجه إلى النور سيحمل في طياته رسائل عديدة للداخل والخارج. أشكر المجهود المبذول من اللجنة المشتركة على مشروع القانون المقدم من الحكومة لإنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات وإنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة لتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، وذلك لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة، والذي يؤدي إلى توطين صناعة مهمة بالدولة المصرية وهي صناعة السيارات. مشروع القانون يدعم صناعة السيارات وقطاع صناعة السيارات، الأمر الذي يدعم الصناعة بشكل عام وهو أمر مطلوب وحميد. مشروع القانون يهدف للحفاظ على البيئة والصحة العامة وتحسين جودة الحياة من خلال استخدام وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة عبر دعم تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة. وبعد مناقشات ومداخلات من قبل النواب، أعلن المجلس إغلاق باب المناقشة والموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، لترفع الجلسة لاستكمال مناقشة المواد بالجلسة المقبلة.